الرئيس والأحزاب السياسية تعلن تأييدها الكامل لإسرائيل. حزب الحرية يدعو لترحيل العرب المؤيدين لفلسطين من النمسا. الجيش ينظم إجلاء الرعايا من إسرائيل بعد احتجاز حماس 3 مواطنين. اعتقال 87 مهرب بشر معظمهم من سوريا ربحوا ملايين اليوروهات. وإيطاليا تعلن عن دعم أوروبي لدعوة قضائية ضد النمسا. وأخيرا فيينا تلغي ضريبة رسوم جيس للتلفزيون النمساوي. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. حذر المستشار النمساوي كارني هاما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط بعد هجمات حماس على إسرائيل. ودعا نهاما السياسيين المؤثرين في المنطقة إلى التدخل لمواجهة التحدي في اتصال له مع رؤساء مصر والإمارات. وأعربت كافة الأحزاب السياسية النمساوية بما فيهم الرئيس فان دابلن عن تضامنهم الكامل مع إسرائيل، مؤكدين على أهمية التعاون لمواجهة التحدي وجلب السلام. وقال نهاما إن الإرهاب لا يمكن تبريره، ولذلك تم بث علم إسرائيل على مبنى البرلمان النمساوي. أدانت جميع الأحزاب السياسية في النمسا المظاهرات المؤيدة لفلسطين في فيينا، مطالبين جهاز المخابرات النمساوية بتفكيك تنظيمها. وطالب حزب الحرية بطرد الفلسطينيين والعرب المحتفلين وحظر هياكلهم التنظيمية، وطالب الحزب الاشتراكي بتفكيك التجمعات بسبب جرائم التحريض والتشجيع على الإرهاب، فيما طالب حزب نيوز بإجراء تحقيق حول أداء الاستخبارات. وأدان حزب الخضر التظاهرات مشددين على حساسية النمسا تجاه تاريخها، وقد دعت مؤسسات عديدة لمظاهرة حاشدة الأربعاء وسط فيينا 7 مساء. أعلن المستشار النمساوي كارني هاما عن رحلة إجلاء يوم الأربعاء للنمساويين في إسرائيل عبر طائرة عسكرية. وأكد نهاما على جهود الحكومة لعودة المواطنين النمساويين، حيث ينتظر حوالي 200 نمساوي هناك. وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد ذكرت أنه من المحتمل أن يكون هناك 3 مواطنين نمساويين إسرائيليين قد يكونوا ضمن المحتجزين في هجوم حماس الأخير، مشيرة إلى عدم وجود تأكيد رسمي حاليا. أكد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر عن اعتقال عصابة تهريب دولية تم تكوينها من 87 فردا معظمهم سوريين، حققت أرباحا تجاوزت 10 ملايين يورو. وأكد الوزير أن تفكيك منظمات التهريب يعزز الأمان، حيث ساهمت بلاغات من سائقي سيارات الأجرة في اكتشاف العصابة، وكشفت التحقيقات أنهم نجحوا في تهريب 1000 الأفراد إلى النمسا، محققين أرباحا ضخمة للعصابة. وأدت التحقيقات إلى ضبط 87 مهربا الأغلبية منهم سوريين نجحوا في تهريب 1000 الأفراد إلى النمسا وعبرها في الفترة من أغسطس 2021 إلى مايو 2022. أكد وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني دعمه لدعوى ضد التدابير المضادة للعبور في إقليم تيرول في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار سالفيني في إطار حملته الانتخابية أثناء زيارة لمحطة خدمة الطرق في منطقة برينر على الحدود مع النمسا إلى استعداد الحكومة الإيطالية لدعم الدعوة في المحكمة الأوروبية، مؤكدا حصوله على دعم أوروبي من هولندا والمجر ورومانيا وليتوانيا. وانتقد حظر القيادة الليلي غير القانوني في تيرول بشدة، واتهم النمسا بأنها عدوة البيئة
داعيا إلى مواجهة الموقف بجدية. أعلنت فيينا إلغاء ضريبة رسوم التلفزيون ORF المعروفة باسم جيس البالغة 5.80 يورو شهريا اعتبارا من العام المقبل. وذكر بيان المشترك للحزبين الحاكمين الاشتراكي والنيوز أن ذلك يأتي في سبيل التوفير على الأسر، وأكد البيان بأنه سيتم تمويل خدمات الثقافة وصيانة المدينة من الميزانية العامة بدلا من رسوم الولاية، وبهذا تتبع فيينا نموذج الولايات النمساوية الأخرى في التخلي عن ضريبة الرسوم. وفي الوقت نفسه أعلنت سالزبورغ أيضا بأنها ستعفي المواطنين من ضريبة رسوم جيس. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.